طيب قولي لي الشطرنج غير ايه في حياتك؟ يعني الشطرنج لعبة زي ما بقول بتعلم الصبر، بتعلم تنظيم الافكار، غير ايه في حياتك؟ الشطرنج اكبر حاجة عملها لي انه كسر حاجز الخوف عندي من اي حاجة. يعني انا بدأت حاجات كتير قوي في حياتي كنت ببدأها خايفة جدا، من ساعة ما بدأت شطرنج وانا اي حاجة بدخلها انا مفيش حاجز الخوف اللي كان بيبقى موقفني، انا كسرته بسبب ان انا بلعب شطرنج. كنت بتخافي من ايه مثلا؟ يعني عمري ما تخيلت في حياتي اني اسافر لوحدي خالص لبلد بره مصر وابقى لوحدي من غير لا بابا ولا ماما ولا كابتن ولا اي حاجه. انا الشطرنج ساعدني ان انا اسافر كده وبدل المره 3 و4، فدي من اكبر الحاجات اللي الشطرنج كسر لي فيها يعني الخوف بتاعي، اداني ثقه في نفسي كبيره اني اقدر اعمل حاجات كتيره، ان انا احنا مصر قادرين ننافس على العالم وعلى العرب وعلى افريقيا. الشطرنج ساعدني كتير قوي تنظيم الوقت واني اوسع عقلي عشان اقدر اذاكر في وقت اقل. طب قولي لي كل ده بفضل ربنا. انت بتنظمي وقتك، بتنظمي تفكيرك ازاي اثناء اللعب؟ يعني ويا ريت تقولي لي اصعب مباراه مريتي بيها، اصعب منافسه يعني كانت منافسه شرسه بالنسبه لك، لاعبه يعني او لاعب، لاني فهمت ان كمان يعني ما بتش بلعبي بنات، بس اصعب منافسه يعني كانت مجهده جدا بالنسبه لك وخدت منك وقت طويل، وفي نفس الوقت كنت يعني مش يعني محتاجه مجهود وتنظيم جامد لافكارك عشان تقدري تكسبيها. اخر الماتش الثالث ليا كنت بلعب في بطوله افريقيا تحت 18 سنه مع واحده من بوتسوانا، كان اصعب ماتش ليا بصراحه في البطوله، وكنت وقتي قليل، وقتي قل خالص، والماتش خد مني حوالي 6 ساعات. ده كان اصعب ماتش ليا خالص تقريبا في حياتي كلها. 6 ساعات دول كنت بلعب على البطوله. 6 ساعات دول بيمروا ازاي؟ يعني بتبقي يعني اكيد بيمر عليكي انا توترت، انا قلقانه، انا لازم اهدى، انا لازم انظم دماغي، انا لازم اعيد تفكيري في اللي بعمله. 6 ساعات دول مش بيعدوا كده، يعني مش بيعدوا لعب وبس، ولا ايه؟ اكيد احنا يعني الشطرنج يعني لعبه اغلبها فيها توتر وضغط واعصاب، يعني دي اغلبها، فانا ببقى قاعده متوتره، بس انا معايا وقت قليل فانا مضطره اني اهدى عشان اقدر اركز عشان اقدر احقق احسن حاجه في الدور ليا او احسن نتيجه ليا.